بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هاد الأزبال هذه قدام المسجد، يعني خص الإنسان يفكر، بعد يفكر أمام المسجد إنسان تيصلي وداكشي وتيشم الرائحة، خصو يكون يحترم المسجد، يحترم بيت الله أمام الله، ما خصوش عند البلاصة هذه خصها تحيد، يحولوا هاد الأزبال من هنايا، تحول بحال هاد الشيء ديال سميتو التحول، من غير هنا من غير أمام المسجد. البديل الناس اللي تيرميو الأزبال هنايا خصهم يحاولوا يحيدوا هاد المكان هذا، ما يبقاوش يرميو الأزبال هنايا، يديروا فيه شي حاجة، شي شجار وداك الشيء، ويديروا البديل على هاد الأزبال، يديروا شي بديل. إنسان راه خصو يفكر أمام المسجد، ما خصش شي حاجة، أمام بيت الله الإنسان تتصلي وداك الشيء، ما خصوش هنا، خصو يفكر. هذا هو الرسالة اللي غادي نصيفط لهم. أول حاجة يعني الساكنة راه الجامع قريب لينا، حنا المسؤولين عليه، يعني حتى الناس المسؤولين الكبار خصهم يشوفوا، راه يعني غتجي هنايا للجامع اللي قريب لينا حنا هنا، والجامع الآخر راه حشومة وعيب وعار. بنادم كيهبط من دارو جاي للجامع وكيحط الزبل حدا الباب ديال الجامع، راه حشومة. كدور عاوتاني كتشوف المسؤولين الكبار، ما يعني ما كاينينش حتى الطوار، روح حاشاك فين غادي يحطوا داكشي، كتشوف داكشي عشوائي اللي درتي غتشوفها انت، كاينين الغيس هنا، كاين هنا، كاين ما عندك ما غادي دير وبزاف. وحنا دابا يلاه خارجين من الجامع وحاشاك واحد الريحة، راه ما يمكنش. يعني الناس مسؤولين خاصهم على الاقل يجيبوا لنا شي حاجه اللي غادي تحطوا فيها الزبل. يعني حتى الساكنه ديال الدرب راه حتى هما من الاولين خاصهم يحترموا هذا الشيء، هذا خاصهم يحترموا المسجد. واخا بنادم نديروا ما كيصليش وما بزافش ديال الحوايج، خاصو يراعي الناس اللي كتدخل للجامع. ومن الاحسن الا كانت هنا، من الاحسن خصها تكون، من الاحسن تكون هنا حديقه قريبه للجامع. يعني بنادم اللي غيشوف عاوتاني واحد الجرده وغيشوف واحد الدنيا نقيه، راه مع راسو غادي يفكر يبعد من اي بعد يحط الزبل قريب للجامع. السلام عليكم، انا مؤذن لهذا المسجد. اشكال هاد الناس اللي تيديروا هاد الزبل قدام الجامع، ثم المسجد هذا خاصو نقا، خاصو شويه ديال سميتو، والله ديال هاد الناس يعني تنسمو ديك الريحه، والريحه تدخل الجامع الداخل، والناس مع الجمعه تيفرسوا ويتقابلوا مع الزبل. خاصهم يديروا الزرزه هنا وينقوا هذا الزبل وينقوا هذا المحل، بس يكون الجامع نقي. الزبل خاصو يتحيد من هنا وصافي. صافي خاصو يتحيد من هنا قدام الجامع، يمشي في بلاصه اخرى. اما الجامع خاصو ينقاو، خاصو يحترموه. إيه بيت الله حرام، بيت الحرام خصو يتنقاو. وهادشي اللي كاين هي بصراحة راه خاصها تحيد هاد القضية. يعني المسجد راه ما خصهاش تكون قدامه أزبال، أقل حاجة تكون غير جردة ولا شي حاجة ديال يلعبوا فيها الدراري بعد، أقل حاجة. كاينين بزاف صراحة البلاصة اللي كنسكن فيها أنا نيت فيها الظاهر هادي بصراحة. الا كانت الحديقة راه غادي يستافد فيها كلشي، السكان والناس اللي يصلي يخرج بعدا يلقى بعدا بلاصة نقية، ما غاديش يلقى بحال هكا. وخاصة الجماعة هي اللي غادي ترد البال لهاد الشيء. اما حنا راه انا بعدا باساج هذا يزمن هنا، راه باينة ملي تخرج تبدا تبعد على تقلب منين تدوس، راه باينة انك راه ما عجبك.